السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. يعني كما كتشوفوا هذه جلابة مليفة محفرة مخيطة بالقطيب، يعني البرشمان بالليد، هذه مخدومة بالليد، يعني موديل خفيف وكيطلع زوين حتى هو بجلابة. كنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم في المواقع التواصل الاجتماعي. ومرحبا بالناس جداد، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.